يواجه فريق الهلال السعودي فريق ماميدو سانداوس الجنوب الافريقي في مباراة ودية دولية استعدادا للموسم المقبل لكي تشاهد معنا المباراة مع الافضل الضغط في زر والاشتراك في القناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى ديال المباراة ملعب فينير نوشطات بالنمسا في سن الساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية وقطر والامارات والساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس وسوف تنقل المباراة عبر الموقع STC TV الناقل الحصري والبث المباشر للمباراه الوديه اليوم نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل ايضا خاص زرع الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل القوية قويه ومثيره نراكم موعد في موعد قادم.